اهلا بحضراتكم. فضلت امام، بالنسبه لي اسئله الساده المشاهدين، الاستاذ سهير يعني هي بتتشوق الى الله سبحانه وتعالى ولقاءه، ولكن ايضا بتخشى، هناك بعض ايات الوعيد في القران فتخشى. الامر بين الترغيب والترهيب. نعم. وفي جانبين، جانب الخوف وجانب الرجاء، وليس من الحكمه ان نغوص في جانب واحد وننسى الجانب الآخر. فمن دخل في حال الخوف وابتعد عن الرجاء فقد ارتكب يعني نقصا في التعامل مع الله. أنا عند ظن عبدي بي، كيف لا تخاف وهو يتوعد وكذا؟ نعم أنا أخاف، ولكن خوف محاط بالرجاء. لو عرينا الخوف من الرجاء يبقى كأننا بتنا في ليلة شتاء في البرد القارس من غير لحاف، عرياني. لكن لا، الرجاء محاط بالخوف والخوف محاط بالرجاء. تخيل ان انا طمعت فيما عند الله سبحانه وتعالى واعتمدت على قوله بسم الله الرحمن الرحيم، فتجد نفسي الأمارة بالسوء تدفعني إلى فعل المعاصي والاستهانة به في جانب كرم فضل الله ومنته ووسيع فضله سبحانه وتعالى. فهناك من يقول إن الله غفور رحيم، غفور رحيم. ولذلك فدائما ينصح العلماء بأن نحيط الخوف بالرجاء وأن نحيط الرجاء بالخوف، لأنه من غير هذا يبقى كأننا قد عرينا الرجاء من الخوف والخوف من الرجاء، وهو ليس من الحكمة في شيء. فالأخت سهير بنقول لها لا يغلبك جانب الخوف ولا تقضي عليه، خليك خائفة، ولكن خوف برجاء ورجاء بخوف. الست فاطمة بتقول إنها بتبادر إلى العبادة وتعودت على هذا. وهذا أمر محمود، لكن أنا فهمت من كلامها إن مبادرتها للعبادة نتج من لهوجة، اللي يقولوها عليها المصريين في العامية لهوجة، وده ملوش دعوة بالكروتة، برضو المصريين يقولوا كده، ده كروة الصلاة. يعني عملها بسرعة مخلة. لا، هي مش بتعملها بسرعة مخلة، إنما هي تملي متشوهة الآن، عايزة تقضي الفرض وتقولي عايزة تقضي الفرض، عايزة تقضي بدل منسى، عايزة تقضي الفرض الآن. نعم أهو ده اللهوجة دي. فبيقولوا لها لا، اعملي أمورك بالهدوء. فهي بتطلب، بتقول، بقول لها طب ما تخليك المبادرة حلوة، كون إن الأذان يأذن أجي على طول داخل في الصلاة، ده حاجة كويس، الصلاة على وقتها. نعم. قالت لي لا، ده انا طالبه الخشوع، يبقى في لهوجه بقى. نعم. نعمل ايه؟ وانت بتصلي يا ست فاطمه اتنفسي ما بين كل ايه وايه. وكل تسبيحه وتسبيحه خدي نفس. هتلاقيكي هديتي وخشعتي. انظري الى موضع السجود. اقرأي ايه ايه. حاولي تتدبري في هذا وكل الحاجات دي هي. وبعدين اذكري الله خارج الصلاة، هيؤدي ذلك إلى الخشوع. الأستاذ عبد العزيز بيقول هل الوكيل يأخذ حكم الأصيل في الأضحية في البعد عن تقليم الأظافر وكذا؟ لا لا، لأن الوكيل هو وكل في الذبح وليس وكل في أكثر مما هو في الذبح. السيد عمرو بيقول محمد. نعم محمد. طيب معلش، بيقول ايه؟ انه عايز يدخل مكة من غير احرام، هيبقى عليه دم. يبقى عليه دم اذا عمل كده. يبقى عليه دم. نعم. طيب وبيقول طب ما فضل لما العرفة تيجي يوم الجمعة. صحيح والله، الناس بتستبشر لانه النبي حج فكان يوم جمعة بس. ما فيش أكتر من مش سبع حجات بقى. لا، مش سبعة ولا سبعين، بس ربنا يجعلهم الله سبعة وسبعين. احنا
طمعانين في فضل السنة دي جمعة إن شاء الله. السنة دي جمعة. نعم بارك الله في فضل الإمام. بارك الله فيكم. كل عام فضلك بألف خير. أهلا وأنت بالصحة والسلامة وكل سنة وأنتم طيبين. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لحضراتكم. نراكم بإذن الله الأسبوع القادم. إلى اللقاء.